بالنسبة للجهود أنتم تشاهدوا الآن دائما وتلاحظوا دائما يعني المعنويات المرتفعة والعالية دائما لديهم، وسوف ترون دائما بعد قليل دائما يعني المستوى مستوى التأهيل والتدريب الذي تم إعدادهم عليه دائما هو تجهيزهم، والأمور إلى خير إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أمور كبيرة جدا بالنسبة الجاهزية القتالية لديهم عالية جدا. نعم هو تيمة يعني المشروع تيمة مناورات اليوم تكتيكية كانتهاء لدورة التدريب التي تم يعني إعدادهم مسبقا عليها، ولذلك تيمة سوف ترون بإذن الله عز وجل ما يسر الخواطر بإذن الله عز وجل. القوة المشاركة تيمة قوة من اللواء 141 وقوة من اللواء الثاني حماية رئاسية.